سيطر على كرة أشرف، يلعب كرة طويلة عالية داخل منطقة الجزاء. كرة على اليمين، محاولة عرضية عن طريق بحور، الكرة لا تزال داخل منطقة الجزاء. كرة خطيرة خطيرة خطيرة، الكرة ضاعت، الكرة الأولى الخطيرة ضاعت على مرمى ملعب. ضربة ركنية، ضربة ركنية، تنفيذ، يلعب الكرة الخيتوني على مستوى القائمة والرصية موجودة. كرة تمر عند أحمد منصور، حكم يأمر باستمرار اللعب. كرة عند ماهر الخيتوني على الجبل اليمنى، الكرة عند أسعد بحور باتجاه أحمد عياد القاضي. القاضي كنترول، القاضي واحد على واحد يبحث عن المرور، سقوط موجود، الحكم يأمر باستمرار اللعب ولا يشير لوجود أي شيء في اللقطة الماضية. إلى بازي أرموند على اليمين، أسعد بحور كنترول، أسعد بحور يبحث عن المرور، يوصلها عند إيهاب المقلش. إيهاب المقلش يلف في دور إيهاب المقلش من جديد في وسط الملعب. إيهاب يلعب كرة باتجاه أيوب عمار، أيوب عمار يبحث عن هشام سحير فريق نادي الشط. كرة في المساحة الصغيرة، الكانوني واحد على واحد، الكانوني يبحث عن ركن كرة نادي أبو سليون. هنا مانا لقطة الإعادة، الصغير الكانوني كان معاه على الجدار واحد على واحد، الكانوني فكر أنه يركنها في البعيدة ولكن كرة الكانوني لخارج أرضية الملعب. محاولة جادة لصالح فريق الشط. مدرب عمر المرمي أبو سليم سجل 20 هدف ودخلت شباكها الكرة في 22 مناسبة، يتواجد في المركز السادس. أجواء هذا الشوط الأول، أحمد منصور كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة ضاعت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة ليبيا الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في بداية وانطلاق الدقائق وأحداث شوط اللقاء الثاني للمباراة التي تجمع بين أبو سليم والشط. تركناكم في نهاية أحداث شوطها الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بداية وانطلاق دقائق هذا الشوط الثاني بصافرة الحكم عفوا نصيب الهواري كحكم وسط، لسعدة كمساعد أول، عبدالله الترهوني مساعد ثاني، إسماعيل شنيبة والحكم الرابع والكابتن محمد برجدان فيما يرقب لقاء السيد سعيد عياد. كرة ومحاولة لصالح فريق نادي الشط، جول 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 جول، هدف أول لصالح فريق الشط الأصفر الكناري، الأصفر الكناري بالقمصان الخضراء البديلة عن طريق اللاعب ضياء منصور، يفتتح باب التسجيل والنتيجة، ركنها وضعها على يسار الحارس زاحف، هدف أول لمصلحة فريق نادي الشط عن طريق اللاعب ضياء منصور. ضياء منصور يسجل الهدف الأول، فريق نادي الشط يبحث عن المرور والعبور والابتعاد بكل تأكيد عن شبح الهبوط الذي يلاحق الفريق منذ انطلاقة هذا الموسم. الأصفر الكناري وبهذا الهدف ربما سيبتعد خطوة عن المناطق المظلمة، المناطق التي تهدد الفريق بالوجود والتواجد في منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ولكن هدف جاء في توقيت مثالي جدا بكل تأكيد في أولى دقائق هذا الشوط الثاني لقاء الذهاب في هذه المباراة، وينتصر الضيوف فريق نادي الشط بنتيجة هدف دون رد. هذه اللقطة الصغير الكانوني الذي كان وراء التمهيد، الذي كان وراء الاسيست وراء صناعة هذا الهدف عن طريق الصغير الكانوني، والترجمة جاءت من القادمون من الخلف. ضيام بالتقدم إلى الأمام وترك المناطق الخلفية للفريق بكل تأكيد سيغير من نهجه، سيغير من أسلوبه المدرب عمر المرمي دون أدنى شك، سيتقدم إلى الأمام بغية الوصول إلى هدف التعديل. كرة ومحاولة، معتز جبل يصوب، الكرة تعود داخل مناطق الجزاء. بالتقدم إلى الأمام وترك المناطق الخلفية للفريق بكل تأكيد سيغير من نهجه، سيغير من أسلوبه المدرب عمر المرمي دون أدنى شك، سيتقدم إلى الأمام بغية الوصول إلى هدف التعديل. كرة ومحاولة، معتز جبل يصوب، الكرة تعود داخل مناطق الجزاء. هو محمد عياد القاضي، نعيم الطرابلسي، نعيم الطرابلسي اللي قدم أيضا مردود مميز جدا في هذا الشوط الثاني خصوصا على المستوى الدفاعي وكذلك المواجهات الثنائية.
دائما ما يتفوق نعيما للطرابلسي على احمد منصور. هنا امامنا لقطه الاعاده للكره العرضيه لعبت على مستوى القائمه الثاني والارتقاء كانت موجوده. قشط محمد عياد القاضي واحد على واحد، القاضي يمر، القاضي يمشي، القاضي صوب خطيره ويتالق المنصوري. والان في هذه اللحظات اصدقائي اعزائي المشاهدين حكم اللقاء واضح امامنا على الصوره نصيب الهواري يطلق صفيره اموال اننا نهايه احداث واجواء شوط اللقاء الثاني والمباراة التي جمعت بين أبو سليم والشط بتفوق الضيوف فريق نادي الشط بهدف نظيف جاء من إمضاء وتوقيع اللاعب ضياء منصور.